السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في القناة. القفل ماشي فين؟ هنا جنبي ده بالظبط، لكن ده فاضل بقى ان انا احبس المسافه دي كمان عشان السوسته يبقوا ايه قافلين على بعض خالص. تمام كده، انا هفتح برضو السوسته ايه تاني. انا قفلتها ليه؟ عشان اطمن ان الابره مش جايه على السنان خالص. تمام كده، هاجي دلوقتي اروح مركب الناحيه التانيه اهي. انتهيت من تحت، هبتدي دي من تحت. انتهيت من تحت هبتدي دي ايه من تحت اهو كده. طبعا الدبابيس دي خلاص انا كنت حاططها عشان بس اثبت الاورجانزا مع الستان اهو، وماشي برضو اهو بالظبط. خلي بالك لو في فتله دخلت في قلب سنان السوسته مش هتقفل معاك برضو، وممكن تبوظ معاك السوسته. ده عيب السوسته السحريه، ان اي حاجه فيها لو في رايش بسيط من الخيط دخل جواها مش هتفتح ولا هتقفل. ادي اهو دلوقتي انا حبست الاثنين يا جماعه بالظبط. نقفل السوسته مع بعض كده ماشي، عشان نشوف بقى هنقفل السوسته ازاي من تحت. نبص بقى مع بعض كده، نقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ادي السوسته معايا اهي، ادي السوسته معايا اهي ماشي. لما تكوي بقى خالص مش هتبان فيها اي حاجه. ادي السوسته السحريه كمان اهي معايا، بص اهي. ادي القماش لحم في بعضه خالص، ادي القماش لحم في بعضه خالص. تمام كده، انا عملت السوسته وقفلتها. اجي بقى دي مرحله ايه، الدواسه اللي ناحيه الايه، اللي ناحيه ايه، اللي ناحيه اليمين. هروح فاكك ديت خالص، وخلينا منظمين كده عشان الدواسه دي ما تضيعش مني. اروح جاي حاططها في كيسها لان هي ليها استخدام معين ومش هستخدمها تاني دلوقتي، واروح شايلها في اي حد في درج او في الحاجه اللي انت ايه، عشان ما تضيعش مني، عشان ما تضيعش مني. هبدا اركب بقى الدواسه اللي هي الناحيه الثانيه اللي هي ايه، اللي الناحيه اليمين، عشان دي اللي هعمل بيها ايه، هقفل بيها السوسته من تحت، هقفل بيها السوسته من تحت كده. انا هاجي اروح جاي بقى دلوقتي. على فكره انا لغايه دلوقتي قافل الاثنين مع بعض، الستان مع ايه، مع الاورجانز. تمام قوي، انا هاجي اروح عامل كده. اهم حاجه بقى ايه، قفله السوسته من تحت. شايف انا معايا كام طبقه؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربع طبقات اهو شغال فيهم. تمام، اربع طبقات شغال فيهم. هاجي اروح عامل بقى ايه، هاجي اروح جاي عامل كده ماشي، ماسك الاربع طبقات اهو مع بعض ومظبطهم كويس. بص بقى 5 سم اللي انا سايبهم من تحت في السوسته ديت، انا هروح واخدها على جنب كده ماشي. ما تتلخبطش، ما تتلخبطيش ماشي. ما فيش حاجه اسمها صعب، الصعب انت بتصعبه على نفسك. ما تستصعبش المساله فبالتالي هتسهلها على نفسك. ادي الاربع طبقات ماسكهم مع بعض اهو كده تمام، او شاددهم، وادي السوسته من تحت شاددها كده، واروح عامل قفله كويسه لان هي دي نهايه السوسته معايا. واروح جاي بقى ماشي كده شويه بالظبط 10 سم او 8 سم، واروح واقف كده خلاص. انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ قفلت السوسته من تحت. طب نيجي نشوفها مع بعض كده اهو كده. ادي السوسته بقى اتقفلت من تحت. شوفوا بقى حضراتكم، ولا اتكوت ولا اتعملت ولا فيها لمه ولا فيها شده ولا اي حاجه. لغايه هنا الاورجانزا مع الستان مع بعض. هبدا بقى دلوقتي افصل الاورجانزا عن الستان. هعمل ايه؟ خلاص الدواسه دي خلصت مسؤوليتها، ملهاش لازمه معايا. هشيلها واروح مركب بقى ايه؟ زي ما قلت، معلش انا منظم شويه في شغلي، اروح شايل ديت عشان ما تضيعش مني. ليه؟ لان انا ممكن تقع تحت المكنه وحد يقنص ماشي، يروح راميها في الايه؟ في الزباله بمعنى اصح، او البواقي بتاعتنا، وتضيع وتيجي تستخدمها بعد كده ما تلاقيهاش. ده الكلام ده انا بقوله لحضراتكم لانه حصل معانا بدل المره 100 مره، وخاصه مع صنايعيه مهملين اصلا، لان احنا اشتغل معانا ناس بعدد شعر راسنا، فشفنا منهم الويل. تمام كده، انا خلصت السوسته بتاعتي. هاجي بقى بص بقى معايا دلوقتي، هروح جاي خلاص بقى. بص ايه انا عملت ايه دلوقتي، هفصل الستان عن الاورجانز، بس هروح عامل ايه، بص معايا، هروح جاي مدي فورت هنا. بص حضراتكم اهو كده باين اهو، لغايه فين؟ لغايه قبل الخياطه ب 2 مللي بالظبط اهو كده. واروح جاي بقى عامل ايه دلوقتي، خلاص انا دلوقتي بقت في عندي فتحه، ادخل منها الدواسه بتاعه المكنه واعمل منها ايه، واعمل منها الخياطه بتاعه الاورجانزا لوحدي، ورامي الستان لورا. ورامي الستان فين؟ لورا.
انا كده بقفل ايه بقى يا جماعه؟ بقفل الاورجانزا لوحديها. الكلام مهم جدا، الكلام فيه نوع من بذل الجهد، فلازم ان احنا نلاقي المقابل من حضراتكم. انا على فكره معلش انا اسف لو قلت الكلمه دي، انا منتظر المقابل من الله عز وجل، ولكن من لم يشكر الناس فلا يشكر لله. فالشكر مقدم لحضراتكم اولا واخيرا، لان انتم اللي بتدوا الدفعه ان احنا ممكن نعمل لكم حاجه جديده، انتم اللي بتدوا الدفعه والامل ان احنا كلامنا دوت ليه صدى من المصداقيه عند حضراتكم. كده انا عملت ايه؟ قفلت الاورجانزا اهي لوحدي، تمام كده؟ خلاص هاجي اروح ايه؟ بص بقى الفرت اللي انا عملته ده هروح جايبه كده وابعده عن الستان خالص، واجي اروح مقفل الستان كمان لوحده. بص انا عملت ايه؟ الستان اهو لوحده، واروح جاي مدخله تحت الدواسه هنا اهو، واروح عامل ايه؟ بقدر اورجانزا اهي باعدها خالص، مش داخله معايا في الحساب. بص من هنا في اورجانزا خالص؟ لا مش داخله معايا بالمره. انا دلوقتي بقفل ايه بقى؟ بقفل الستان لوحده، بقفل الستان لوحده. كده بفضل الله عز وجل انا قفلت الضهر، الجزء المهم في الفستان. الجزء المهم فين؟ في الفستان معايا. كده انا قفلت الستان اهو لوحده. بصوا حضراتكم اهو بعمله، بس انا بفتحه كده، ما قمتش عملته على مكوه ولا حاجه، معلش بس ايه عشان ما نضيعش وقت، لكن هو هيتفتح وهيتكوي وكل حاجه. وايه تاني؟ الاورجانزا اهي بقت لوحديها، وده لوحده، ده لوحده اهو، وده لوحده اهو. كده الاثنين اهم متقفلين بالسوسته السحريه بتاعتهم. ايه تاني انا هعمله عشان يبقى انا قفلت الفستان ده وكده انا خلاص خلصت نص الضهر؟ هجيب بقى ايه؟ هجيب الصدر قدام حضراتكم، هتشوفوا هنعمل فيه ايه عشان نقفل الكتاف ونبدا نقفل ايه الفستان مع بعض كده وخلص. وده يعني دي كده نهاية شغلي في الايه؟ في الفستان دوت مع حضراتكم. الكمام والكلام ده كله تركيبه موجود عند حضراتكم في كذا فيديو تاني، في كذا فيديو تاني. ادي بقى قداماني اهو، خلاص كده انا هركن الظهر لغاية ما اعمل ايه؟ تعالى بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه في في الصدر نفسه. ارجو ان حضراتكم يبقى عندنا نوع من الصبر. على فكرة نصيحة أخوية أبوية، ها لو أنت ما عندكش صبر على شغلانتنا هقول لك ما تتعبش نفسك. شوف ده أنا بقول لك إيه، ما تتعبش نفسك، لأن شغلانتنا ديت صبر، ماشي؟ أنت بتصبر على الحاجة بس بتلاقي نتيجتها وبتفرح بيها بعد ما تخلصها، وخاصة لما تيجي حضرتك تلبسيها تلاقيها بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله مظبوطة على حضرتك. زي ما انا قلت اهو هروح جاي بقى اهو، نمشي مع بعض خطوه خطوه كده زي ما حضرتك قلت لك، هتروحي ظابطه الكلام ده على البنك كده بالدبابيس، ماشي؟ طب ايه راي حضراتكم معلش نظبط الكلام ده مع بعض بالدبابيس على البنك وبعد كده ايه نقعد نقفله، عشان بس يبقى انا ما بعملش حاجه بايه؟ بنوع من التعالي. يعني ايه نوع من التعالي؟ انا اعرف اقفله كده، بس انا عايز حضراتكم انتوا اللي تقفلوه بنفسكم. فانا هعمل ايه؟ هقوم على البنك واقفله بالدبابيس وتشوفوه، وبعد كده اقعد اقفله قدام حضراتكم. طيب انا دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم ان انا هجيب دلوقتي ادي الستان اهو بتاع السلك، نحطه كده، نعتبر ان انا واحد مبتدئ خالص وهبدا اظبط الاثنين فوق بعض اهو عشان ما فيش واحده تيجي اكتر من واحده. ادي وش الستان في ظهر ايه؟ في ظهر الاورجانزا ديت اهي، واروح جاي مظبطهم كده بالايه؟ بالدبابيس. اجي اظبطهم كده ايه؟ بالدبابيس، تمام؟ لاحظ معايا كده ان الاورجانزا ايه؟ ازيد حاجه بسيطه؟ اه تمام. ليه؟ لان طبعا بص انا لما اجي اروح ظابط كده دول مع بعض، ماشي، واروح فاتح القصر اللي هي موجوده جوه، ها ظبطوا مع بعض ولا لا اهو، تمام. فانا دلوقتي بظبط ايه اللي انا هقفله؟ هقفل ايه؟ الكتاف، الدبابيس بتاعتي اهي، واروح جاي مجمع الاورجانزا مع ايه؟
اورجانزا دانتيل تول مطرز، مفيش مشكله، مفيش مشكله في اي حاجه في الخامه نفسها، مفيش مشكله في اي خامه حاجه في الخامه نفسها. شوف انا بظبط اهو دلوقتي اهو، وبعد كده هنقعد على المكنه نقفل الكلام ده واقفل ايه. انا زي ما قلت لكم ان انا هعمل معاكم ايه، هقفل معاكم الكتاف وهقفل معاكم الحوض، وكده الفستان يبقى ايه خلص. وارجو ان انتم تعذرونا في مساله ان انا اقدر انزل مثلا كل يوم فيديو او ده ودوت، ده بيبقى صعب عليا، ده بيبقى صعب عليا. ليه؟ لان انا بيبقى عندي شغل، دي حاجه. ثانيا معلش الصوت والاحبال الصوتيه بيتعبوني دايما في ان انا اقدر انزل كل يوم. فدعوات حضراتكم، دعوات حضراتكم ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالايه، بالشفاء. فدي حاجه. ثانيا انا مش هبخل عليكم باي حاجه اصلا ما اتعملتش ولا اتشافت على القناه الا وانا هوريها لحضراتكم. كده انا قفلت ايه، قفلت الاثنين اهو كده بالظبط مع بعض، تمام، كاني بالظبط واحد اول مره يشتغل في خامه زي كده وبيبدا يقفلهم مع بعض. قفلتهم اهو مع بعض، ابدا اروح جاي قاعد على المكنه ومقفلهم عشان ابدا اقفل ايه، الصدر مع الظهر. اه في نقطه معينه طبعا، ده الصدر اهو كده، احنا عارفين ان انا بعمل ايه، ان انا باجي بالنسبه لحرجة الكم الأمامية باجي بحاجة زي كده اسمها الجيرو، الجيرو، القشطورة، الريجة، دي كلها ألفاظ ومصطلحات يجب إن احنا نبقى عارفينها. دوت اسمه الجيرو، الجيرو الأمامي. شوف بيبقى مفخور ازاي، لأن كده كده لما أجي أنا على المانيكان هو تمام، وأجي أشوف الفتحة دي كده، بص قال الكتف أهو يبدأ يخش معايا، يبدأ يخش معايا، فهي هي الدخله يا جماعه اللي انا عاملها هنا اهو بالظبط، هذه الدخله دي هي ديت اللي معموله. فالجيرو دوت تجربه عمليه ماشي، ملهاش مقياس معين، بيبقى ايه؟ بيبقى معمول على التلبيس الطبيعي للجسم. فباجي اروح حاطه كده بالظبط اهو، وابدا ايه؟ اروح مصفي الزياده دوت في الامامي فقط لا غير، في الامامي فقط لا غير. عشان انا نسيت اقول لحضراتكم الكلام دوت واحنا شغالين، فايه انا دخلت بالايه، بالجيرو دوت اللي هو ايه، الشكل الطبيعي لحدة الكم الاماميه، الشكل الطبيعي لحدة الكم الاماميه. تاني حاجه اروح عامل ايه، اجي اروح جاي واخد من، معلش انا ممكن اعيده تاني لو حتى ما كانش باين في التصوير، انا دلوقتي اشوفه مع حضراتكم تمام، هو كده يعني زي الفل وكان باين. دلوقتي هعمل ايه؟ هاجي اروح جاي واخد سنتي مسروق من الكتف، تاني هاخد سنتي مسروق من الكتف. يعني ايه سنتي مسروق من الكتف؟ تعال نشوف هنا اهوت اهو، مش هاخد من هنا، من النقطة دي حاجة، نقطة الرقبة هنا، واجي اروح نازل على سنتي، ده كله من الامامي فقط لا غير. شايف اصلا ايه؟ من مفيش خالص لسنتي. ليه؟ عشان خياطه الكتف ما تبقاش مرميه لورا، ما تبقاش خياطه الكتف مرميه لورا. السنتي دوت ليه لازمه؟ اه ليه لازمه، في اللبس هيبان. هتقول لك خياطه الكتف راجعه لورا ليه؟ الخياطه مش في النص، هتبص ليها مرميه لورا، فالسنتي ده ظبط معايا المساله كلها. كده تمام قوي، هقعد على المكنه واقفل الكلام دوت، والحوض اهو معايا مظبوط وكل حاجه، الحوض بتاع ايه؟ بتاع الرقبه، عشان نبدا ايه؟ نظبطه بشريط ستان، هوري حضراتكم تركيبه ازاي؟ اه، ونقطه ثانيه برضو كده خلاص انا قداماني. في اخت سالت قالت انا مش فاهمه يعني ايه تفريغه الظهر، تمام قوي. انا معايا ايه؟ معايا المانيكان اهو، معايا المانيكان اهو ماشي، شايف الحته اللي في النص دي هي دي تفريغه الظهر، ادي الظهر عالي من هنا ومنطقه الارداف، وبعد كده ايه في النص ايه؟ فراغ، هو ده تفريغه الظهر. فباجي اروح جاي بالريجه دي اهي ماشي، هي دي التفريغه بتاعت الظهر اهي، اللي في النص الظهري دي كده بالظبط، عشان نبقى شايفينها ايه عملي معانا. كده يبقى انا هقعد دلوقتي واشتغل في الكتف، نقعد على المكنه ونشوف. انا كده قربت الكاميرا من المكنه قوي على اساس ايه؟
قربت الكاميرا من المكان اهو عشان تبان كل حاجه، لان انا شغال في اسود تمام. فعشان بس ما حدش يقول لي انا اصلا ما كانش واضحه بالنسبه لي او مش باينه. شوف بقى دلوقتي خلاص انا ظبطت الدبابيس كاني بقى شغال على طول اهو. ايديا برضو اتظبط معاها قدام المكنه اهو. بص بقى اهو بسرعه اهو بقفل على الحرف خالص مع بعض. بقفل على فكره زي ما قلت انا ممكن بالبريت ماشي، بريت اللزق اروح حاطط هنا على السن كده واروح لازقهم الاثنين مع بعض ماشي، واروح دايس عليهم بعد كده بالمكنه خلاص. لكن انا بديك الحاجات المتاحه كلها. افرض ان انا ما عنديش البريت دوت، الماده فاتحه مثلا وهيبان فيها او شوف انا كده قفلت ايه، قفلت الخرط، قفلت الكتف، قفلت ايه الجيرو. بس الجيرو كله لا، مش الجيرو كله، مش الجيرو كله، انا سايب 10 سم لان انا قلت لحضرتك ايه، هيبقى مقفل في المناطق اللي انا بقفلها بس كده، وهما بعد كده حر مع بعض خالص، حر دوت بعيد عن ده خالص اهو كده تمام. كده انا قفلت الاثنين مع بعض. وريكم ازاي ان انا اعمل الدبابيس. تعالى بقى نجيب الظهر معانا، ادي الظهر اهو. نقفل اول حاجه الاكتاف مع بعضيه وش في وش اهو. هقفل الاكتاف واروح عامل ايه اوفر على المقفول الاثنين مع بعض، وبعد كده هوري لحضراتكم ايه طريقه تركيب الستان، البيه الستان ماشي بنظافه بشكل جميل بحاجه يعني مستواها بفضل الله عز وجل، واما بنعمه ربك تحدث عشان نرد بفضل الله عز وجل، حاجه مستواها عالي تمام. اهو كده انا قفلت ايه الكتفين مع بعض، قفلت الكتفين مع بعض تمام. انا دلوقتي لو الكتف دوت انت عارفين ان احنا في حاجه احنا سميناها ايه شداد، حاجه اسمها احنا سميناها ايه شداد. ايه الشداد دوت؟ لما يكون الكتف دوت فيه لكره، لما يكون الكتف ايه فيه لكره زي كده. بص اهو ده فيه لكره اهو، فبالتالي الكتف لو انت واخده مثلا 41 تبص تلاقي جاب معاك 44 من حيث لا تدري. ليه؟ لان الليكره ديت جابت معاك زياده وانت مش واخد بالك. فبعمل ايه؟ بركب لها حاجه اسمها شداد، بسميها حاجه اسمها ايه شداد. الشداد ده بيبقى نوع من الستان اهو موجود. الستان عندي نوعين، الستان عندي نوعين، عندي ستان صيني زي كده اهو مكتوب عليه ايه ميد ان شاين ماشي، ده بيبقى رخيص، بيبقى اللفه كلها على بعضيها ب 22 ب 25 جنيه. فهو اللي بستخدمه كحاجات في حاجات زي كده، شداد زي كده، لان هو ما فيهوش مطاطيه، ما فيهوش مطاطيه، فيمسك الكتف معايا اهو، بركبه على الوش على فكره، على 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 القداماني بمعنى اصح، ما بركبوش على الوراني. كده اهو، واروح جاي واخده ايه في الكتف الثاني كده بالظبط اهو. نشي اهو نشوف كده ونقص الزياده. على فكره ما شدش بقى ايه، ما شدش التحتاني معايا، ما انا كده واخد اهو الستان على قد ده بالظبط. طب تعالى نشد التحتاني هتلاقي الستان ايه قصر، فبالتالي انا لو شديته يبقى كاني ما عملتش حاجه، لا انا مريح التحتاني ما شدتوش، لان التحتاني فيه ايه فيه مطاطيه. انا كده عملت ايه؟ عملت الشداد ده، شد فيه بقى زي ما انت عايز مفيش تمام. طب الستان اللي هيركب لي هنا ده هو الستان الصيني دوت؟ هقول لك لا، ما ينفعش ما ينفعش. في نوع تاني من الستان اسمه ستان ايه تايواني، فرق يعني مش هقول لك فرق السماء من الارض ما بين ده وما بين ده. ما هو طبعا لان دوت اللفه بتاعته ب 109 او ب 113 واللفه بتاعت دوت ب 22 جنيه، فرق جامد. شوف انت فرق الستانين من بعض اهو، وفرق الخامه وفرق السمك وكل حاجه. فدوت انا بستخدمه الحاجه وده انا بستخدمه الحاجه، عشان بس نبقى ايه عارفين الكلام ده كده. ما عنديش ستان، اعمل شريط بالورب واركبه، اعمل شريط بالورب واركبه تمام. وهوريه برده لحضراتكم. انا هعمل الكم هعمل الكتف ده اوفر، وبعد كده نيجي ايه نتكلم مع حضراتكم. دلوقتي انا بعد ما عملت الكتف الاوفر بتاعي اجي بقى اروح فاتح ايه، ادي اهو الكتف اهو تمام.
اتعمل الاوفر، شيل الزيادات، اهم حاجه زي ما قلت لحضراتكم اللي احنا بنقول عليه نظافه الشغل نفسه، اي زياده بروح ايه شايلها. وهبدا دلوقتي بقى ايه، اروح فاتح السوسته الخلفيه اهي، وابدا اركب الستان من الداخل على الخارج. تمام، نيجي نشوفه كده اهو كده بالظبط. هاجي اروح ماسك الستان اهو وابدا ايه اركبه، هوري حضراتكم هنركبه ازاي. لاحظوا ان انا محضر معايا ولاعه وكل حاجه عشان اقول لكم هنشتغلها ازاي. ماشي، نقول اهو بسم الله. بص، هروح حاطط الستان اهو، ادي وش الستان وده ضهر، اروح حاطه كده واروح ماشي بشيمه على الحرف خالص اهو، سايب سنتي اهو لبره، سايب سنتي من الستان لبره اهو، واروح جاي ماشي اهو. لو انا عندي تيكت او حاجه وعايز تحطه بتحطه في المرحله دي، بنحط التيكت بتاعنا او العليقه بتاعتنا للفستان مثلا في المرحله دي اهي. زي ما قلت لحضراتكم انا اهم حاجه عندي كمان ايه، نظافه الشغل نفسه. طبعا انا في حاجه، انا احنا ماشيين اهو واحنا بنتكلم عينك تبقى ايه على ايدينا. في حاجه اصلا طبعا احنا لينا جروب على الفيس، الجروب دوت لسه ناشئينه من ايام او من اسبوع كده او 10 ايام بفضل الله، اصلا جمع عدد كويس. تمام، عايزين انا احط لحضراتكم اللينك بتاع الجروب على اساس ان دوت يبقى وسيله الاتصال بيننا وبين بعض. انا كده كده انا سايب الواتس وسيله اتصال، تمام، بس الجروب بيبقى ايه احلى بقى، ان انا ايه او انزل لك بقى البروفات بتاع الشغل اللي في ايديا. يعني افرض يا سيدي، ما انا قلت لك قبل كده اعتبر ان الكلام دوت ملوش واقع على الارضيه، انا بقول لك كلام املى بيه ساعات وخلاص. تمام، طب ايش عرفك اللي انا بقوله دوت صح؟ الا لما تشوف الحاجه على صاحبتها، الا لما تشوف الحاجه على صاحبتها. فبالتالي انا ممكن انزل لك البروفا بتاع الموديل دوت وتشوفه ونشوف ايه العيوب اللي فيه ونبدا نعرف نصلحها ازاي، عشان يبقى في نوع من التواصل بيننا وبين بعض. ماشي، واي حاجه في الوقت دوت يبقى انا اقدر اوضحها واقدر ايه ابينها لحضراتكم. فانا هحط لينك الجروب في ايه، في صندوق الوصف بتاع الموديل دوت. تمام كده، نبدا نتكلم تاني. انا ماشي على حرف الستان خالص اهو، ماشي. خلي بالك بقى، اجي هنا اهوت خلاص انا وصلت للناحيه الثانيه، اجي اروح قافل السوسته بتاعتي. ليه؟ عشان ما تبقاش في حاجه اسمها عالي وواطي. يعني ايه عالي وواطي؟ زي ما نهايه الستان دي هنا تبقى ايه؟ تبقى اصلا برضو اهو اعلمها نهايه الستان الثاني تبقى على العلام ده كده بالظبط، عشان ما تجيش ناحيه اطول من ناحيه يا جماعه، ما تجيش ناحيه ايه اطول من ناحيه، اهو كده. كده انا اضمن لما اجي اقفل السوسته اروح بقى ايه دلوقتي خلاص سايب صوتي، دلوقتي خلاص زياده السوسته ديت ملهاش لازمه، اقدر اوصلها وانا مطمن ان السوسته مش هتخرج معايا، لان انا ايه قفلت عليها بالخياطه بتاع ايه بتاع الستان. لما اجي اقفل السوسته كده الاثنين هم ايه مستوى واحد زي بعض، السن اللي هنا قافل مع السن اللي هنا. تمام قوي كده، اي زياده بقى جوه هنا هو شيل الزياده ديت. بص انا هنمشي مع بعض واحده واحده اهو، اي زياده هنا هو تصفيها، يعني خليها ايه، خليها في مستوى حرف الستان اللي متني، مش الستان اهو في حرف متني، خلي الزياده اللي جوه في مستوى ايه حرف الستان. طب نمشيها مع بعض. هو عامه كل ما كان المقص صغير كل ما يظبط مع حضراتكم من ايه الكلام دوت. انا شغال بمقص كبير عشان بس مش عايز اوقف الفيديو تاني واجيب ايه مقص صغير، لا انا هو انا شغال بمقص كبير، بصفي الزياده اللي انا مخيطها جوه ديت على ايه؟ على قد حرف الستان بالظبط. تمام يا جماعه؟ اهو كده، الزيادات دي كلها لازم اصفيها عشان اعرف ارد الستان رد نظيف كانه ايه؟ مش هقول كانه جاهز، لا لا الجاهز اصلا بفضل الله عز وجل احنا بنشتغل دي، واما بنعمه ربك فحدث، الجاهز احنا اصلا بنشتغل احسن منه بفضل الله عز وجل. ماشي، هبدا دلوقتي ارد الستان قدام حضراتكم. بص بقى، اي زياده زي ما قلت في خيط في ده في دوت بروح شايله عشان ابدا ارد الستان على طول. بص يا سيدي، هاجي بحرف الولاعه كده بالظبط بالراحه بروح مسيح ايه حرف الستان ده اهو، وهو سايح كده على طول اروح تانيه كده.
ماشي وهو سايق اهو، اروح قافله مع قفل كده اهو، قفل ماشي، ما احرقوش انا، بس انا باخد كده واروح ايه قافله، قفل مع بعضه. طب الناحيه الثانيه هقول لك زيها برضو بالظبط، شايف الحرف اهو بعد اذن حضرتك، الولاعه بالراحه مش هحرق الشغل اللي في ايديا ماشي، واجرب بره ومره واثنين وثلاثه ان ايه ان انا اعرف استخدمها اهي كده، واروح جاي ايه تاني بنفس الشكل ده كده اهو، عمل ايه لازم يقفل معايا اهو. كده خلاص قفل اهو الناحيه دي كده تمام، واروح جاي بقى ايه قلبه كده وتاني، وهديله بقى ايه الشيمه اللي هي الخارجيه، هوريها لحضراتكم واحنا ماشيين اهو. كده انا بعمل ايه؟ برد الستان بنظافه جدا ماشي، باسلوب نظيف قوي ماشي، يعني يكاد يكون مفيش بعد كده بفضل الله عز وجل ماشي، لا نرد الفضل الا لمين؟ الا لله عز وجل، لا نرد الفضل الى انفسنا ولكن للي احنا اتعلمنا منه رحمه الله عليه، ربنا يتغمده بواسع رحمته، وهو والدي فقط لا غير اللي اتعلمت منه، ما اتعلمتش من غيره، اقسم بجلال الله على ذلك. انا دلوقتي بعمل ايه؟ برد الستان، وهوري حضراتكم مش على الحرف خالص، ولا داخل مل شمال ولا مل يمين ولا مل جوه، لازم امشي المكنه، انا اللي بتحكم في المكنه مش المكنه متحكمه فيا. تمام كده انا الزيادات دي هروح جاي بقى، بص شايف انت زياده الخده انا مش عايزها خالص اهي، تمام نفس الناحيه الحاجه الناحيه الثانيه. انا هوريك بقى ايه الستان بعد ما اقفله بره وجوه، مش هيبان لك فيه. شايف الستان عامل ازاي معاك الحرف؟ بص حضراتكم ادي الستان اهو، خلاص بقى البقره ديت نشيلها ملهاش لازمه اهي، كده تقفيله الحوض معاك. شايف من الداخل انه انضف، مش هتعرف تفرق ما بين الوش وما بين الظهر، ليه؟ لنظافه الشغل. كده بفضل الله عز وجل انا هوقف الفستان معاكم على كده، هبدا اقفل الجناب بقى، كل جنب منفصل عن التاني، خلاص كده دبابيسي ديت ملهاش لازمه تمام. وابدا بقى اهو لما اجي اقفل السوسته بتاعتي، ادي الفستان ولسه ما اتكواش ولسه ما اتعملش، ادي نظافه الفستان من ناحيه الحوض من ناحيه الكتف من ناحيه ده، هاجي اروح مقفل الستان لوحده ومقفل الاورجانزا لوحديها، وش في ظهر. يعني ايه وش في ظهر؟ يعني انا معلش برضه انا هاجي على نفسي عشان خاطر حضراتكم، واروح مقفل الجناب بالمره، بس انتوا بقى اللي متحملين ايه طول الفيديو دوت عشان خاطر حضراتكم. انا دلوقتي هاجي اروح جاي بقى الاورجانزا اهي مقفلها، شايف الاورجانزا هتتقفل مع بعضيها، طبعا الاورجانزا ايه متعلمه معايا اهو، هاجي اهو انا والله كنت هقفل على كده بس عشان ما تتلخبطوش برضو، ادي الاورجانزا مع الاورجانزا اهي، واروح جاي انا اقفل جنب واحد وانتوا تعملوا التاني زيه. طبعا بقى الكلام اللي احنا بنقوله دوت مش كلام نظري، ده كلام عملي قدام ايه؟ قدام حضراتكم. طب ايه المطلوب بقى منكم انتوا عشان نقدر نستوعب الكلام دوت؟ المطلوب حاجتين، ان انت تجيب ورق او ان انت تجيبي ورق وليكن ورق جرايد، واعمل باترون كامل ماشي للكلام اللي انا قلته، ودلوقتي هيبقى في جروب ماشي نشترك فيه كلنا مع بعض، تعرضي الكلام ده وتبعتيه، ما تخافيش اي حاجه هتنزليها على الجروب انا هنزلها ماشي، لان انا اصلا رابط الجروب اصلا بموافقه، فاي حاجه هتنزليها هنزلها، ان ده من شغل حضرتك عشان اقدر اطلع لك الايه الاخطاء اللي فيه، اقدر اصحح الاخطاء اللي فيه تمام. فيبقى الجروب في حد ذاته ايه؟ حبل تواصل وجمع للافكار بيننا وبين بعض ماشي، يا ريت ان احنا نعمل الكلام ده. هسيب اللينك لحضراتكم في صندوق الوصف، وعلينا ان احنا نتواصل. طبعا انتوا عارفين ان احنا لنا صفحه كبيره اسمها صن ستايل فاشن ماشي، هو كله باسم واحد، سواء القناه سواء الجروب سواء الصفحه، صن ستايل فاشن.
تمام كده. انا قفلت ايه؟ قفلت قفلت الاورجانزا مع بعضيها، وهاجي اروح مقفل ايه الستان برضو مع بعضه، وهوريكم الشكل من بره بقى عامل ازاي، ده لوحده وده لوحده ماشي ورا بعضيهم، يعني الاورجانزا وبعد كده ايه الستان، الاورجانزا وبعد كده ايه الستان. نضيف في نضيف، يعني ايه نضيف في نضيف؟ الخارج نضيف، يعني ايه؟ يعني الزيادات بتبقى من جوه، وكذلك ايه الداخلي الستان دوت ايه نضيف في نضيف. تمام. انا دلوقتي بقفل الجنب اهو على ايه، على القشطوره. طب يعني ايه قشطوره؟ اقول لك ان العرض بتاع القماش اللي انا سايبه جوه، العرض بتاع الايه القماش اللي انا سايبه جوه ماشي، ولا شادد التحتاني ولا شادد الفوقاني، مريح الاثنين مع بعض عشان ما فيش حاجه اسمها ايه واحده تطلع اطول من واحده. انا كده قفلت الجنب، فاضل معايا ايه؟ حاجه واحده بس، تركيب الكم. تركيب الكم اصلا مترتب في مظلات كتير عندكم على القناه ماشي. علينا بقى ان احنا نتعب نفسنا شويه، طالما انا عايز الحاجه كامله هتلاقي الفيديوهات موجوده على القناه. ما عرفتش يا سيدي سيب لي كومنت، وانا والله برضو انا اللي هحط لك الفيديو بنفسي لو انت مش عارف توصل. سيب لي كومنت قول لي فين تركيب الكم، هقول لك حاضر وانا تحت امر حضرتك وحضرتك، واحطه لك اصلا تشوفيه. تمام. لان طبعا ايه كل واحد اضرب الحاجه اللي هو ايه بيعمل. انا كده بفضل الله عز وجل قفلت الاثنين اهو، انا في جنب لسه ما قفلتهوش، فانا بس هوريكم الجنب اللي اتقفل اهو، ده لوحده وده لوحده مقفولين اهو من فوق. ده اخر حاجه معايا في الفستان دوت. بطلب من حضراتكم اول حاجه الدعاء بظاهر الغيب، الدعاء بظاهر الغيب تاني، الاعجاب بالفيديو 1 و2 و3 و10، الدال على الخير كفاعله، ان انت ترشد الناس ان هم يتعلموا. معلش اذا كنت يعني نوع من الثقه بتكلم فيها، لان ثقه الله عز وجل، يتعلموا حاجه صح بفضل الله عز وجل اللي احنا بنقوله. ابتديناه متاخر معاكم، كان المفروض نبتديه من زمان، لكن ما ابتديتوش الا لما لقيت فعلا في ناس بتعلم الناس غلط، بتعلم الناس غلط. احنا بفضل الله عز وجل طلع من تحت ايدينا ناس لا تتخيل عددهم، وفاتحين اماكن بفضل الله عز وجل، وربنا رازقهم رزق واسع، واقسم بجلال الله العلي العظيم ولا تعريفه تقاضيناها منهم، يعني مفيش تعريفه خدناها منهم ماشي، لان احنا بنعمل الشيء دوت ابتغاء وجه الله عز وجل، لعل الله عز وجل يكون مطلع علينا ماشي، فيغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما هو به اعلم. اخر حاجه اقولها لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.